الله خاوتي، حبيت ندير مداخلة قصيرة لتحدث عن أمرين مهمين. الأمر الأول هو أن أعبر عن تضامني المطلق مع المترشح رشيد دكاز. ما حدث له اليوم من تعنيف على يد بلطجية أمر خطير جدا في بلد مثل بلادنا. أتمنى كمترشح حر أن هذه الأمور لن تتكرر إن شاء الله. لماذا؟ لأن السلطات أعطتنا كل الضمانات وقالت لنا بأننا أحرار في توزيع الاستمارات واستلامها من طرف المواطنين والتحدث إليهم. أن تحدث هذه الأمور في بلدنا في 2019 أمر غريب جدا وغير مقبول إطلاقا. أتمنى من كل السلطات في بلادنا باش تعطينا كل الضمانات مرة أخرى وباش تحمينا عندما نتنقل في كل ولاية الوطن وعندما نتحدث إلى المواطنين، لأن الدستور يحمينا والقانون يخول لنا ذلك. أتمنى أن رشيد نكاز في صحة جيدة، ما عنديش الأخبار عن صحته، لكن أنا أتضامن معه. Je lui exprime tout mon soutien. Je suis solidaire avec lui في هذه المحنة. الأمر الثاني هي كل تلك الأكاذيب التي تروج طيلة نهار اليوم، خاصة بعد المباشر الذي قمنا به من مدينة بسكرة. أمور وأخبار مفادها أن رشيد نكاز وغني مهدي قد تم إقصاؤهم من طرف السلطات من المسابقة الرئاسية، وهذا خطأ وكذب. لماذا؟ لأن المؤسسة الوحيدة اللي تقدر ترفض ملف ترشحية المجلس الدستوري، والمجلس الدستوري لم يستقبل بعد أي ملف من طرف المترشحين. كل هذه الأمور أكاذيب، إن دلت على شيء فإنما تدل على أننا بدأنا نتوغل في المشهد السياسي في الجزائر، وبدأ المواطنون يلتفوا حولنا، وبدأ عدد الاستمارات يكبر يوما بعد يوم. إذا أطلب منكم خاوتي ما تسمعوش تلك الأخبار الكاذبة التي تروج لها جهة نجهلها. بارك الله فيكم ونلتقي قريبا بحول الله. في أمان الله خاوتي.